جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا، تقول: أختكم في الله باها أمطيري تسأل وتقول: ما حكم دخول الرجل على النساء بحكم التعليم بدون ساتر بينهم، ونظر النساء إلى الرجل ونظرهن إليه، وما هي النصيحة التي توجهونها إلى أولئك النسوة اللائي يأتين لطلب العلم؟ جزاكم الله خيرا. ما كان فيه فتنة فإنه منهي عنه. دخول الرجل على النساء للتدريس هذا فيه فتنة، والحمد لله بلاد المسلمين فيها من النساء من يقومن بالتعليم. الرجال يعلمهم رجال والنساء يعلمهم نساء، ولكن هذا يحتاج إلى اهتمام، إلى اهتمام من ولاة الأمور ومن المسؤولين عن التعليم، بأن يجعل للرجال رجال ويجعل للنساء نساء بالتدريس، كما هو معمول به في هذه المملكة ولله الحمد. الواجب على المسلمين في أي مكان أن يهتموا بهذا الأمر. نعم.